الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة القناة قام بجولة بالمجرى الملاحي لقناة السويس للاطمئنان على حركة عبور السفن، وده لأن القناة هتشهد أكبر حركة عبور حمولات في تاريخها منذ إنشائها. وقال مميش إن حركة الملاحة بقناة السويس سجلت اليوم أعلى رقم قياسي في عدد السفن العابرة والحمولات اليومية في تاريخ القناة، وده بيعكس أهمية القناة لحركة التجارة العالمية. اللي انتم بتشوفوه النهارده ده يوم تاريخي، لم يحدث ان تعبر 81 سفينه في قناه السويس في نفس الوقت وبدون اي عوائق وفي اسرع وقت ممكن، ومش في قناه واحده، في قناتين متوازيتين، وده سهل المرور وخلانا نبقى احنا القناه الجاذبه لمرور سفن على مستوى العالم ان شاء الله. نقدر نقول ان المعدلات زادت بنسبه كام في الميه؟ 100%. يعني المعدل كان مثلا 40 41 العدد كان بيعدي يوميا نص 40 سفينه مثلا؟ بالظبط كده. واحنا عملنا القناه الجديده بدراسه جدوى ان احنا نصل لمرور 100 سفينه سنه 2023، في اغسطس 2023 كنا نصل 2019 ونعدي 80 سفينه، بدا ابشر خير لمصر والمصريين.